الأراضي المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات. سيادة وزير مساء الخير على حضرتك. قطاع الاتصالات النهاردة الطلبة قاعدين النهاردة يشتغلوا أونلاين، امتحانات دراسة. هل احنا كان في اجتماع سيادتك النهاردة مع شركات المحمول في مصر، هل بنوفر لأولادنا كمان عشان ميبقاش عندهم مشكلة في التواصل مع الجامعات والمدارس؟ اهلا بيك يا فندم. الحقيقه النهارده توافقنا انا وزملائي قيادات شركات الاتصالات على مجموعه من المبادرات، اولها زياده مجانيه في سعه التحميل لكل المشتركين في الانترنت الثابت هذا الشهر. هذه الزياده المجانيه ستتحمل كلفتها الدولة متمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتبلغ 200 مليون جنيه. 200 مليون جنيه. 200 مليون جنيه. الدولة بتتحمل المبلغ ده. تمام يا فندم. فضل. الهدف منها هو تشجيع أكبر عدد من المواطنين على البقاء في منازلهم واستخدام الإنترنت خلال المقود في المنزل دون تعرض لنفاذ الباقة. المبادرة الثانية اللي أطلقناها هي إتاحة المواقع التي ستحددها وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي للمحتوى التعليمي مجانا، فكل أبنائنا الطلبة الذين سيدخلون على هذه المواقع لتحصيل الدروس أو متابعة المحاضرات لن يحسب هذا الزمن ضمن الباقة التي يشتركون بها. دي أخبار هائلة جدا. النقطة الثالثة يا فندم إن احنا سنوفر منصات تفاعلية يمكن لأساتذة الجامعة والمدرسين أن يستخدموها في تحميل محاضراتهم ودروسهم للطلبة، بحيث إن الطلبة يتابعوها بشكل يحاكي الشكل التقليدي المتمثل في القاعات والفصول. بمعنى انه الالقاء يكون تفاعلي، الاستاذ يستطيع ان يسال الطلبه، الطلبه تستطيع ان تتواصل مع الاستاذ وتستفسر عن ما يقيم من محاضرات ودروس بشكل لحظي وتفاعلي، او متابعه المحاضرات بعد القائها لانها ستكون موجوده على هذه المنصه. نعم سيادة الوزير، التأثر اللي حصل خلال اليومين اللي فاتوا، هل الشركات ايضا حضرتك تحدثت معهم في مسألة الخطوط تأثرت خلال اليومين اللي فاتوا، عملية الإصلاح والخسائر اللي حصل في هذه الشركات؟ بالفعل فعلا ناقشنا هذا الموضوع، وايضا كان هناك اجتماع صباح اليوم برئاسة دولة رئيس الوزراء لمناقشة تداعيات التي تسببت فيها الموجة الجوية غير المسبوقة. هذه الأعطال نتجت عن الكباين الموجودة في الشارع، انقطعت عنها الكهرباء لفترات طويلة، نفذت البطاريات الموجودة بها خلال هذه الفترة فانقطعت عن الخدمة. زملائنا في وزارة الكهرباء وهيئتها الحقيقة بقيادة معالي وزير الكهرباء بذلوا جهد فائق في إعادة التيار الكهربي لهذه الوحدات والأبراج بأقصى سرعة. نسبة الوحدات المعطلة الآن لا تزيد عن 3%، جاري إصلاحها إن شاء الله في خلال سويعات تعود إلى العمل. هل بدأنا نستفيد من قمر الاتصالات؟ بالفعل جاري البحث مع العديد من الدول لإمدادها بالخدمات التي يمكن أن يوفرها طيبة واحد. هل بدأ يغطي مصر بالكامل زي ما اتقال واحنا بنطلق هذا القمر انه هيوفر الاتصالات وتغطية كل أنحاء الجمهورية ودول المجاورة كمان لنا؟ هو يوفر العديد من المزايا في مجال الاتصالات كالبث الرقمي وكتوفير بنيه الاتصالات اذا اردنا ذلك للاماكن النائيه، فجاري العمل لبحث افضل الباقات المستخدمه لها. سيادة الوزير عمرو طلعت بشكرك شكرا.